أعرب الضيوف عن فخرهم بإنجازات التنمية في البلاد. شهدت بلادنا تغييرا كبيرا خلال السنوات السبعين الماضية، وخلقت الصين كثيرا من المعجزات في تاريخ التنمية البشرية، وحققت تطورا سريعا في مجالات السياسة والاقتصاد ومعيشة الشعب والتعليم والتكنولوجيا وغيرها. اليوم يوم عظيم بالنسبة إلى الاتحاد للاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ونحن سعداء للغاية لأننا فخورون جدا بإنجازات البلاد الملحوظة خلال السنوات 70 الماضية، ونحن فخورون بأننا صينيون.